تفاصيل سرية للغاية عن تصميم القذافي على الانتقام من إسرائيل وقيامه بوضع مخطط سري لتفجير إحدى السفن الصهيونية بسبب قيام الطيران الإسرائيلي بإسقاط طائرة مدنية ليبية وقتل كافة ركابها. فما هو مخطط العقيد الليبي للسأر لضحايا الطائرة الليبية؟ وما علاقة الرئيس السادات وأشرف مروان بالقصة؟ وكيف استعان ملك ملوك إفريقيا بغواصة مصرية لتنفيذ مخططه الذي كاد يتسبب في فشل حرب أكتوبر لولا ذكاء السادات في السيطرة على العقيد الليبي؟ تابعوا هذا الفيديو وستعرفوا الإجابات. في يوم 21 من فبراير عام 1973 تحركت الطائرة الليبية طراز بيونغ 727 من مدينة بنغازي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكان على متنها قرابة 113 راكبا من المدنيين. وحال وصولها إلى المجال الجوي المصري تفاجأ قائد الرحلة بعاصفة رملية شديدة للغاية، وبسبب ذلك فقدت الطائرة ميزة الطيار الآلي وانحرفت عن مسار الهبوط المرسوم لها سلفا، ودخل إلى منطقة سيناء والتي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي في ذلك التوقيت. وقامت الرادارات الصهيونية برصدها ووجهت صوبها طائرات من طراز فانتوم F4. تواصل الطيران الصهيوني مع قائد الطائرة الليبية المدنية وطلبوا منه الهبوط في قاعدة عسكرية يهودية داخل سيناء، ولكن الطيار الليبي رفض فعل ذلك، فما كان منهم إلا أن وجهوا صاروخاً مدمراً إلى جناح الطائرة الليبية الأيمن وأصابوها، وقاموا بإسقاط الطائرة، وراح ضحية هذا التصرف الأحمق 108 من الركاب بين مصاب وقتيل، ونجا فقط 5 ركاب. كان من أشهر الشخصيات التي رحلت عن الحياة بسبب ذلك العدوان الصهيوني على الطائرة الليبية المذيعة المصرية سلوى حجازي ووزير الخارجية الليبي صلاح بيوسير. وعندما علم القذافي بالخبر الفاجع غضب للغاية وصمم على الانتقام والأخذ بالسأر، وبعد تفكير سريع قرر العقيد الليبي مهاجمة مدينة حيفا الساحلية بقاذفات ليبية محاربة. وصل الخبر حينها للرئيس المصري محمد أنور السادات الذي كان يجهز لشن حرب الاسترداد المقدسة للأراضي المصرية في سرية بالغة، وطلب السادات من القذافي الصبر والتروي وعدم اتخاذ أي خطوة رعناء قد تتسبب في تغيير قرار الجيش المصري الاستراتيجي بالعبور. وحينها أكد السادات للقذافي أنه في حال قيامه بتوجيه ضربة عسكرية لمدينة حيفا فإن الطيران الصهيوني سيقوم بضرب أبار النفط الليبية. لم يقتنع القذافي بوجهة نظر السادات بسبب غضبه الشديد، وقرر التصرف بطريقة فردية للغاية بمنأى عن القيادة المصرية. وقام القذافي باستدعاء قائد غواصة مصرية متواجدة في ميناء طرابلس وتعمل بموجب معاهدة بين مصر وليبيا في خدمة البحرية الليبية. ذهب القائد المصري إلى خيمة القذافي وقابل العقيد الليبي الذي كان يتفحص خريطة موجودة أمامه لشرق البحر المتوسط، وقال القذافي للقائد المصري: أنا أتحدث إليك بصفتي مواطن عربي، وأريدك أن تقوم بتحديد موقع السفينة كوين إليزابيث في البحر المتوسط، فهل تستطيع فعل ذلك؟ قال القائد المصري: إن المسألة ليست بالصعبة. فسأله القذافي:
فهل تستطيع ضرب السفينة وإغراقها؟ فرد عليه القائد المصري إن المسألة سهلة من الناحية النظرية، لكنها خطيرة وتحتاج إلى قرار مباشر. فقال له القذافي: إذن أنا أصدر الأمر لك بضرب السفينة كوين إليزابيث، وإذا رغبت في كتابة ذلك سأقوم بكتابته. كانت السفينة كوين إليزابيث قد تحركت في رحلة إلى إسرائيل، وعلى متنها قرابة 500 شخص من أثرياء اليهود من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا في سبيلهم للاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء الكيان. بعدها توجه القائد المصري إلى غواصته وأمر طاقمها بالاستعداد لتنفيذ عملية عاجلة وسرية، وقام بمراسلة القاعدة التابع لها في الإسكندرية ليبلغها بالعملية عن طريق شفرة سرية. وصل الخبر إلى قائد الجيش المصري الفريق أحمد إسماعيل الذي قام بدوره بإبلاغ الخبر للسادات، فأمر الرئيس المصري بعودة الغواصة إلى الإسكندرية وعدم تنفيذ المهمة، لكنه في الوقت ذاته لم يرغب بإثارة غضب القذافي والذي كان يحتاج إلى جهوده قبل نشوب الحرب، فطلب من قائد الغواصة التوجه إلى عرض البحر المتوسط وإرسال رسالة مشفرة إلى القذافي مفادها أنه لم يستطع تحديد مكان السفينة كوين إليزابيث ولم يتمكن من ضربها. لم يقتنع القذافي بهذه الخدعة، فقام بزيارة السادات وضغط عليه لتنفيذ عملية انتقامية ضد الكيان الصهيوني. وقام القذافي بتحريك المظاهرات الليبية على الحدود المصرية حتى اقتنع السادات بتنفيذ عملية انتقامية ضد الكيان الصهيوني، وهي إسقاط طائرة ركاب إسرائيلية تابعة لإحدى الشركات في روما بواسطة صواريخ من طراز استريلا 7 المحمولة على الكتف روسية الصنع. كان دور الجيش المصري هو توفير تلك الصواريخ ونقلها إلى روما، أما تنفيذ العملية فكان مهمة القذافي من خلال منظمة عسكرية فلسطينية تدعى منظمة أيلول الأسود، وتولى أشرف مروان مسؤولية نقل الصواريخ، فقام بتهريبها من خلال شنطة زوجته الدبلوماسية منى جمال عبد الناصر كي لا يتم تفتيشها، وبالفعل وصلت الصواريخ إلى المطار وتم تهريبها وتسليمها إلى المنظمة الفلسطينية في المكان المحدد داخل محل أحذية ومشغولات جلية في وسط روما. وقبل تنفيذ المهمة تم القبض على عناصر الخلية الفلسطينية وعددهم 4 أشخاص عن طريق البوليس السري الإيطالي، وشارك في العملية سيفي زمير رئيس جهاز الموساد، وكان المتسبب في القبض عليهم هو أشرف مروان نفسه بتعليمات مباشرة من الرئيس السادات. استطاع السادات اصطياد عصفورين بحجر واحد، فقد نفذ للقذافي ما كان يريده، وبنفس الوقت تحاشى ضرب الطائرة الصهيونية ومنح الموساد الإسرائيلي المعلومات من خلال أشرف مروان الذي تضاعفت ثقة الإسرائيليين به، وتم منع أزمة دولية ضخمة كانت سوف تتسبب في فشل مخطط حرب أكتوبر بسبب اكتشاف المحققين بقايا صواريخ ستيريلا 7 المصرية، وسوف يتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية شديدة لمصر. بعد اكتشاف العملية ذهب أشرف مروان إلى لندن من أجل لقاء الضابط الصهيوني المسؤول عن تجنيده في الموساد، ومنحه الموساد مكافأة ضخمة، وقد كلفت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل رئيس الموساد بالسفر إلى لندن لتوجيه الشكر إلى أشرف مروان نيابة عنها. تم منح أشرف مروان لقب منقذ اليهود بعدها، واستطاع خداع الموساد الإسرائيلي بمنحه معلومات خاطئة عن توقيت حرب أكتوبر.